16 بلوكا سكنيا تحتوي على ما يقرب من 800 وحدة سكنية بنيت على الطراز الإسلامي لتناسب تاريخ حي السيدة زينب، و 344 محلا تجاريا يطرح للمواطنين بعد الانتهاء من التشطيبات النهائية. هذا ما كان يطلق عليه تل العقارب، أصبح الآن روضة السيدة. الفكرة جت، هو أساسا كان المشروع ده متصمم من قبل ما احنا نشتغل فيه، كان أحد الجهات صممته وتعرض على لجنة كان ساعتها وزارة الشؤون العشوائيات والمناطق العشوائية ووزارة الإسكان ومحافظة القاهرة. الحقيقة المشروع اللي تعرض عليهم الدكتور مصطفى دبولي كان ساعتها وزير الإسكان، الحقيقة قال إنه مهم جدا إن المنطقة يبقى في المشروع يراعى في الطابع المعماري بتاع المنطقة التاريخية ومنطقة السيدة زينب. فأعيد تكلفنا بالمشروع بحيث أننا ندي الطابع الإسلامي بتاع المنطقة التاريخية للسيدة زينب، وبناء على كده احنا ابتدينا نشتغل ازاي ندي الروح، لأن أولا احنا بنشتغل على مشروع لمحدود الدخل، ان انا ادي الطابع الإسلامي اللي هو بقى أصبح مكلف سواء في المشروبيات أو في الكتل أو كده. احنا ادينا الروح المعمارية بتاعة المنطقة التاريخية لمنطقة السيدة زينب، لأن كان هنا منطقة كانت القطائع المدينة القديمة للقاهرة، أحد مراحل تطور القاهرة. فحاولنا ندي الطابع من خلال الكتل، من خلال مشروبات مجردة من المباني، ومن خلال استخدامات الحجر الهشمي وبعض الأرشات البسيطة جدا، بحيث أننا ندي الطابع التاريخي وفي نفس الوقت ندي نكون في إطار التكلفة بحيث أنه ما طلعش عن الفئات المستهدفة للمشروع وقدرتها على أن هي تقدر تدفع أو تعيش في المكان ده. مسطحات المشروع احنا الحقيقة جينا في الأول قعدنا مع الناس واتكلمنا معاهم سواء هنا في الموقع أو في من خلال محافظة القاهرة، ومن خلال تحديد احتياجاتهم طبعا حصل مسح شامل للسكان هنا في الأول، وعدد الوحدات الناس اللي كانت قائمة في المكان، وبناء عليه ابتدينا نصمم بحيث اننا ندي نفس عدد السكان يعادوا هنا تاني وفي الطابع الجديد اللي انتم حضرتك شايفه ده. والله هو اكتر حاجة كانت المشكلة ثقة الناس في كان في حضرتك عارف الناس دي موجودة هنا من قبل الثلاثينات. والله هو ان انا ابقى في حدود التكلفة، لان ان انا ادي الطابع ده وابقى في حدود التكلفة بحيث انه ما يخرجش عن مشروع لمحدود الدخل، ده هي اكتر حاجة كانت صعبة قوي اننا نحطها في اطار معماري لائق وفي نفس الوقت بتكلفة قليلة. هو الحقيقة التعبير الاساسي في المعماري المستخدم هنا هو الكتلة، بحيث اننا ندي الروح المعمارية للمنطقة التاريخية من خلال الكتل. دايما العمارة الإسلامية حضرتك تلاحظ ان الكتل البارزة والمشروبيات اللي بتطلع منها كمان التلقائية الى حد كبير في شكل المباني بحيث ما يبقاش في حاجة فيها سيمترية. الأرشات، استخدام الأرشات خصوصا في الدور الأرضي، المحلات، منطقة المحلات، واستخدام الكوابيل في كل الأبراج السكنية اللي اتعملت. في خلال المشروع ده تقريبا 10 مهندسين معماريين ومخططين وحوالي 4 تخصصات تانية، مية وصرف وكهرباء ولاندسكيب. الحقيقة المساحة كانت قليلة قوي، يعني احنا المشكلة ان عدد السكان اللي موجودين هنا كانت الناس عايشة في قوط في غرفة، يعني الأسرة عايشة في غرفة واحدة، لكن الدولة التزامها اتجاه الناس ما بنديش اقل من اوضتين. فالعدد الحقيقه ان انا اوفر العدد، نفس العدد السكان اللي كان موجود هنا بحيث يتاح لهم عدد نفس عدد الوحدات السكنيه في اوضتين او 3 اوض، كان هي دي الصعوبه الاساسيه. المساحه كانت 7.5 فدان، وده بالنسبه الحقيقه عملت كثافه بنائيه عاليه شويه، لكن هي طبعا ارقى بكتير من الشكل اللي كان موجود في الاول. احنا الحقيقه فكرنا في تطوير المكان كمان بحيث استخدامات الدور الارضي كلها تكون عباره عن استخدامات تجاريه ومطاعم، بحيث ان المكان ده يتحول الى فود كورت، وان كل الناس اللي يعني يبقى زي هاب رئيسي، كل الناس تيجي من بدل ما كان منطقه
منطقة يعني فيها شيء من العشوائية والتدهور، هتبقى منطقة إشعاع للسيدة زينب كلها. هيبقى كل الناس بتيجي تسهر، وخصوصا في رمضان، والأكل والشرب خصوصا المطبخ المصري يبقى موجود في كل المطاعم اللي موجودة. عشان كده رعينا في اللاندسكيب إننا نتيح مساحات كبيرة امتدادات للمحلات، بحيث إن كل الموقع ده هيبقى عبارة عن فود كورت كبير، محلات تجارية وأنشطة مختلطة بالسكن. وهو ده الحقيقة اللي بيعبر عن المناطق الشعبية وخصوصا منطقة السيدة زينب. الحقيقة المكان الأول كان شكله عبارة عن عشش، مأوى مجازي، يعني ما نقدرش نقول إن هو سكن. بيوت صعبة جدا، شوارع مش مكتملة، بيوت متهدمة على بعضها، في بيوت بتدخل من خلال بيوت تانية. الحقيقة كانت منطقة عشوائية صعبة جدا، والحقيقة قديمة جدا كمان. يعني احنا لما ابتدينا نشتغل جبنا الخرائط بتاعة المنطقة من سنة 33، الموقع ده زي ما هو. ومن 33 لغاية دلوقتي كل الحكومات المتعاقبة كانت بتوعد الناس ان هي هتغير الحال ده. فالناس الحقيقة ما كانتش عندها ثقة ابدا في ان يحصل تطوير. الحقيقة كان الوضع غير آدمي، وعشان كده هي صنفت ضمن المناطق السكن الغير لائق في التصنيف القومي للمناطق العشوائية. التدخل هنا كان صعب الحقيقة، لأن احنا أزلنا تبة، كانت هي عشان كده كان اسمها تل العربية، كانت على تل فعلا، وزيلت التبة دي واشتغلنا بحيث أننا نشتغل على مستوى الشوارع المحيطة بيها، ونقدر نفتح طرق ومداخل بحيث الناس تقدر توصل لوحداتها بشكل لائق وبسيط وسهل. يعني الحقيقة أنا حاجة واحدة بس، يعني الحقيقة أنا وإحنا بنعرض المشروع، إحنا الحقيقة حاولنا في المشروع ده إننا نحترم الناس ونتناقش معاهم ونتكلمهم عن احتياجاتهم في المشروع. ففي أحد القعدات الحقيقة وإحنا بنعرض للناس المشروع قبل ما يشتغل خالص، بنعرضه في شكل لقطات منظورية، نديهم تخيل الشكل هيبقى عامل ازاي. الحقيقة تأثرت جدا من احد الناس اللي كانوا حاضرين اللقاء ده، لقيته بيبكي وبيقول في اخر القعدة، قال انا الحقيقة دي الجنة، مش ممكن تكون ان ده حقيقي وان احنا هناخد حاجة زي كده. والحقيقة لغاية دلوقتي للأسف الشديد الناس لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي مش متخيلين ان هم هيكونوا جزء من المكان ده. هو طبعا احنا يمكن الموقع روضة السيدة اللي هو كان زمان بيطلق عليه تل العارب، ده يمكن مشروعات الرائدة بالنسبة لنا كتطوير عشوائيات، لا يمكن اللي احنا بنهتم شوية بالنسق المعماري اللي موجود. هو يمكن هنا عشان الطبيعة اللي هي القاهرة الفاطمية، ففي الحقيقة الدكتور محمد الخطيب اللي هو الاستشاري اللي عمل التصميمات اللي موجودة في الموقع درس الطابع المعماري الموجود، عشان كده المشروع يمكن ده مختلف شوية عن بقية المشروعات اللي موجودة. في الحقيقة احنا كصندوق شغالين على محافظات مصر بالكامل بالنسبة لتطوير المناطق الغير آمنة. احنا عندنا كان 351 منطقة، وصلنا 383. هي الخريطة القومية، عشان الناس ساعات بتسمع الأرقام وتقول كل شوية بتقال رقم، هي خريطة ديناميكية، يعني ممكن يعني النهاردة العدد مثلا 200، بعديها بيبقى، لأن في مناطق بتتطور وفي مناطق بتظهر تاني، فعشان كده احنا بقول ان هي ديناميك شوية. احنا دلوقتي شغالين في محافظات مصر بالكامل، يعني في القاهرة يمكن هي اكتر المحافظات اللي بتحتوي على مناطق غير امنة، فعشان كده يمكن الضوء متسلط عليها شوية. لما هو في الحقيقة احنا شغالين في محافظات الصعيد، شغالين في الدلتا، في الوادي، في بحري، شغالين في محافظات مصر بالكامل. القاهرة يمكن بس هي اللي فيها بعض المشروعات الضخمة اللي هتفتتح خلال الفترة اللي جاية. احنا عندنا الأسمرات اللي هي المرحلة الثالثة، عندنا في المحروسة 1 و2،
دول ان شاء الله خلال يمكن اسبوعين هيتم افتتاحهم. روضة السيدة طبعا ان شاء الله يعني احنا على نهاية السنة دي هتكون انتهينا منها بالكامل واتفرشت، لان احنا يمكن حضرتكم اكيد عارفين ان احنا دلوقتي بنسلم الوحدات، ده توجيه طبعا من الرئاسة ان احنا بنسلم الوحدات كلها مفروشة بالكامل، سواء اثاث او اجهزة كهربائية. طبعا في محافظات ستعلن قريبا جدا خالية من العشوائيات زي البحر الأحمر وبورسعيد، الوادي الجديد فيه احتمال كتير كبير جدا برضو خلال الفترة اللي جاية، عندنا السويس، في اسكندرية، ففي الحقيقة يعني محافظات كتيرا جدا هتعلن، لان احنا المفروض التكليف واخدينه على نهاية 2018 ان شاء الله هيكون المناطق بالكامل ان شاء الله، يعني او نقول 80% منها اتسكن خلاص، اللي هي المناطق الغير آمنة المهددة للحياة. بص حقيقة احنا لغاية دلوقتي الخطة اللي معمولة اللي هو التكلفة هنا هتوصل حوالي 330 مليون جنيه، في احتمال للزيادة تاني، لان احنا يمكن حقيقة لما تشوف دلوقتي المنظر المنطقة دي طبعا اكيد في صور قبل التطوير كان شكلها ايه، دي ما كانش حد بيجرؤ ان هو يخش جوه المنطقة، طبعا كانت على تل حوالي 13 متر ارتفاع، كان في صعوبه كبيره جدا للدخول للمنطقه، كان في يمكن حنفيه مياه عموميه بيشتغلوا عليها الناس بره. المنطقه لما اتطورت ابتدت تظهر ان اللي حواليها دلوقتي بقى يعتبر عشوائي، فاحنا يعني عشان كده بقول لحضرتك غالبا ان هو يعني ممكن ان احنا هنحاول نطور، طبعا هو في رؤيه يمكن برضو حضرتك لو ملاحظين ان احنا هنا مش عاملين اسفلت، لان في تصور ان هو هنا هيبقى حاجه زي شارع المعز، يعني تبقى منطقه جذب سياحي و هتفتح فرص عمل للناس وكده، فاحنا عشان كده عاملين يمكن الانترلوك ان هو يبقى غالبا هيبقى في دراسه مروريه، او الدراسه المروريه بتتعمل دلوقتي فعلا ان المنطقه دي يبقى كلها ما فيش عربيات بتدخل جوه، يبقى في تنظيم مروري خارجي، خصوصا ان الكوبري اللي موجود ده عامل طبعا ازدحام كبير، فالدنيا هتختلف. فانا اتوقع ان احنا 330 ان شاء الله المشروع ده ممكن هيحصل امتداد الفتره اللي جايه كمان للمنطقه المحيطه. يعني ازاي اتعاملنا مع الناس عشان يمشوا مكانهم ونعمل تاني؟ طيب هو بس هي يمكن احنا مشكلتنا دايما في تطوير العشوائيات يعني في التعامل مع الناس ان هو ما كانش فيه مصداقيه، الناس ما كانتش مصدقه ان الدوله فعلا بتعمل المشروعات دي، ويمكن دي اشاعات بتقل للوقت الحالي، يعني كل اللي حضرتك شايفه ده مع ان الناس واخده يعني حاجه يعني بتضمن لهم العوده تاني للمكان، في كلام كتير جدا بيقال ليهم لا انتوا لا يمكن هتيجي تقعدوا هنا تاني. بس ده التزام من الدوله، ويمكن احنا لما بنيجي نبتدي بنشتغل في اي منطقه، اي منطقه بنشتغل فيها بنعملها خطه تنفيذيه، الخطه التنفيذيه دي بتبقى شامله اربع خطط داخله اللي هي خطه عمرانيه وخطه ماليه وخطه زمنيه وخطه برامج اجتماعيه واقتصاديه. بالنسبه للمنطقه دي اللي هي كتطوير في نفس المكان، احنا طبعا الناس ما كانوا في الاول في رفض تام للموضوع التطوير، لغايه يمكن احنا المخطط لما اتعمل جيب نفسه الدكتور محمد اللي هو الاستشاري المشروع، وفي لقاء مع محافظ القاهره وتعرض على الناس التصور اللي هو اللي معمول للمخطط اللي هو المعمول للمنطقه، الناس يمكن ابتدت يبقى فيه ثقه شويه، فابتدينا. ويمكن كان قبلها بفتره كان سياده الرئيس مفتتح الاسمرات واحد واثنين، فالناس ابتدت حست ان فعلا المشروعات اللي بتتم دي بتتم لصالح القاطنين في المناطق الغير امنه، فيعني نقول الثقه ابتدت شويه. احنا الناس طبعا كلها اللي طلعت من هنا طوال فترة التطوير دول بيحصلوا على 1200 جنيه في الشهر يعني كإيجار بديل الى ان يتم التطوير ويرجعوا تاني للمنطقة. فيعني حصل طبعا اكيد بيبقى فيه شوية مشاكل في البداية، بس الحمد لله اتحلت، والمشروع لما ابتدى دلوقتي الناس على فكرة اللي واخدين ايجارات خارجية بيجوا دلوقتي يبصوا على المشروع، وكل واحد بينقي شقته يعني، فالناس لا طبعا لما المشروع طلع حسوا فعلا بالمصداقية. بص حقيقة واحنا بالنسبة لنا كصندوق احنا بنقدم حاجة اسمها دعم فني، زي ما قلت حقيقة ان احنا كلفنا مكتب استشاري ان هو يعمل المخطط بتاع المنطقة والرسومات التنفيذية،
وبنقدم دعم مالي اللي هو التوفير التمويل الخاص بالتنفيذ او ايجارات او لو تعويضات اي اجراءات ماليه محتاجينها. حته التعامل مع السكان دي بتبقى مسؤوليه المحافظه، لان مش لحاجه غير واحنا معاهم طبعا، بس لان المحافظه هي الجهه الاداريه المختصه اللي بتعمل الحصر. تعرف حضرتك اي منطقه بنخش فيها بيبقى ليها حصر قانوني، في لجنه بتشكل بقرار محافظ بيبقى فيه حصر المنطقه بالاسماء بارقام البطايق بالاوراق الثبوتيه اللي بتثبت ان هم مقيمين في المنطقه. فبالتالي يعني الحصر ده موجود من قبل ما نبتدي خطه التطوير. فاليه التسكين دي طبعا اكيد هيبقى في قرعه، واحنا دايما اللي متبع في يعني في المناطق دي ان احنا طبعا الناس اللي هي كبار السن او اللي عندهم اي عجز ما بيبقى مثلا بيخلوا لهم الدور الاول والثاني، وبعد كده بيتعمل قرعه لكل السكان الموجودين. هنا احنا طبعا بيبقى فيه ايجار بسيط بس للصيانه. انت شايف حضرتك المنطقه يمكن متكلفه كتير، فيها طابع معين فلازم يبقى ليها يعني احنا اي مشروع دلوقتي، يمكن ده توجيه من دوله رئيس الوزراء ان احنا اي مشروع خاص بتطوير المناطق الغير امنه ده بيبقى ليه اداره. يعني احنا مثلا الاسمرات هيبقى ليها اداره بالكامل تدير المشروع، برضو روض السيده ان شاء الله هيبقى ليها اداره. فهو الايجارات اللي بتدفع دي بتبقى لاعمال الصيانه والاداره اللي هتبقى مختصه بالتطوير. طيب هو بس هيك والمنطقه هنا كان يعني معظم الناس اللي كانوا ساكنين ممكن بيبقى في مش هنقول عليها عشه بس يعني بتبقى غرفه واحده، بيبقى حمامات مجمعه، ويمكن ده الناس كتيره جدا عارفه. احنا مش خلاص احنا بطلنا يمكن الصندوق فيه توجه دلوقتي ان هو ما نقولش حته مناطق عشوائيه، احنا بنقول دلوقتي المناطق الحضريه. احنا عايزين يعني مسمى عشوائيات ده يمكن حتى الصندوق بالنسبه لنا برضو احنا في توجه ان احنا هنغير اسم الصندوق، مش هنبقى تطوير العشوائيات اللي هو التطوير الحضري. احنا خلاص دلوقتي وصلنا لمرحله ان احنا بنقول عليه تطوير حضري. فهو الناس هنا في الحقيقه كانت لا يعني عيشه احنا يعني كلنا ما بنرضاش عليها. بقول حضرتك كان في حمامات مجمعه مثلا، ممكن اسره مثلا اب واولاده ويعني كتير قاعدين في غرفه واحده. غير بقى ان يمكن هي كانت مسميه تل العقارب، علشان اللي انا اعرفه يعني طبعا من الناس اللي كان بيقولوا ان هو كان في فعلا عقارب موجوده في المنطقه. الوضع دلوقتي مختلف زي ما انت حضرتك شايف، هو اللي هنا متقسمة طبعا. احنا برضو الحصر بيحدد الناس قاعدة في وحدات غرفتين او غرفة يعني حسب يعني معظمهم ما فيش حد كان بيتعدى ثلاث غرف الا يمكن وحدات بسيطة جدا اللي بيتعدى كده. المهم الحاجات ده كلها ليها حصر. النماذج هنا معمولة من 62 متر الى 92 متر، أربع نماذج مختلفة. ويمكن ده اللي هو برضو متاخدة في الحسبان إن مثلا اللي كان عنده وحدة عدد غرفها كتير أكيد هياخد في الوحدات الكبيرة، اللي كانت صغيرة يعني دي في توفيق معمول ومعمول حسابه من خلال الحصر الناس دي تتسكن إزاي. واحنا كصندوق احنا بقول لحضرتك ان احنا شغالين على المناطق الغير امنه اللي هي متحدده عندنا. احنا يمكن المتبقي عندنا دلوقتي احنا اشتغلنا في المناطق كلها، المتبقي عندنا حوالي 185 منطقه، بس دي ما بنقولش عليها ان هي متبقيه، لا هي مناطق على ملكيات خاصه، الملكيه الخاصه بيصونها الدستور. فبالتالي احنا شفنا يعني آلية تانية ان احنا نساعد ازاي ان احنا نطور المنطقة. طبعا ما ينفعش المال العام يصرف على المال الخاص، يعني ما ينفعش حد بيملك بيت اخش عنده واطوره له وامشي لان ده مال عام. فاحنا دلوقتي في آلية احنا شغالين عليها ان هو احنا بنعمل حاجة اسمها التمكين من التطوير، ان احنا بنعمل مخطط او اشتراطات للمناطق اللي هي مسجله عندنا مناطق غير امنه. بنوفر ممكن ان احنا الصندوق يساهم بتكلفه الرخص الهدم واعاده البنى، ممكن بتكلفه الاستشاري اللي هيعمل المخطط التفصيلي، ممكن ازاله المباني الموجوده دي نقدر ندخل فيها كدوله. ونفس الوقت اللي هو كل واحد هيستلم يبقى بقطعه الارض بتاعته برخصتها، فبالتالي هيبقى معايا ارض مرخصه ليها رسومات تنفيذيه. فده هيساعد ناس كتيره جدا، يعني حتى اللي معوش ما عندوش قدره ماليه ممكن تلاقي في شركاء كتير هيخشوا معايا. انت عندي ارض وعندي رخصه وعندي تصميمات، اكيد هيبقى سهل جدا ان انا انفذ يعني. طب بص حاجه انا اقول لحضرتك اللي احنا اللي انتهينا منه حوالي دلوقتي 80 ألف وحده سكنيه.
ممكن الوحدات دي انشاءات او شلنا من عليها مصادر الخطوره، تمام. وفي احنا شغالين دلوقتي في حوالي 95,000 وحده سكنيه تانيين. كعدد مشروعات انا مش متذكر قوي كعدد مشروعات، بس انا بقول لحضرتك يعني احنا شغالين في العموم في محافظات مصر بالكامل، كل المناطق اللي هي خصوصا الدرجه الاولى والثانيه، اللي احنا عندنا متقسمه اربع درجات، اختارهم طبعا الدرجه الاولى اللي هي معرضه لانهيارات جبليه، وفي المناطق اللي هو الدرجه الثانيه، احنا عندنا الاولى الثانيه هم اخطر درجتين اللي احنا شغالين عليهم بقوه دلوقتي، او دول اللي احنا معنيين ان احنا نخلصهم على نهايه العام ده ان شاء الله. ده بالنسبه لملكيات الدوله، زي ما قلت لحضرتك الملكيه الخاصه يمكن وضعها مختلف شويه، فده احنا شغالين عليه، هم دول اللي بقول لحضرتك اللي احنا شغالين العدد الوحدات اللي انا قلت لحضرتك عليه. التكلفه احنا يعني احنا دلوقتي صارفين حوالي 10 مليار جنيه، بس طبعا في التزامات، يعني في لسه مشروعات شغاله، هنوصل لحوالي 14 عشان ننهي المناطق، هنخش في حوالي من 17 ل 20 مليار. عدد الناس حوالي مليون نسمه. والله هو بداية هنا الصعوبات اللي كانت تمت، اللي احنا استلمنا المشروع هنا على مراحل، تقريبا على خمس مراحل. المرحلة الأولى كانت في شهر 9/2016، كان في بقى أماكن للبيوت لسه ما تهدتش، الحي والمحافظة قاموا بأعمال الهدم والإزالة ورفع المخلفات، دي حاجة. وكان في هنا بقى التبة هنا كانت على ارتفاع 12 متر، فكان التراب وشيل الأتربة ما بيتمش أبدا إلا بالليل بعد الساعة 12 تقريبا، من الساعة 10-11 لغاية الصبح، الممنوع العربيات اللي هي تمشي أثناء النهار. دي بتاخد فترة، وفترة كبيرة جدا يعني أو طويلة يعني. زائد اللي هنا كان في خطوط بالنسبة للكهرباء، كابلات كهرباء، وفي عندي كانت مية، وفي عندي كانت تليفونات. تم تغيير مسار الكلام ده، الخطوط اللي هي بتعوق اعمال الحفر للمشروع. زائد هنا كان طبيعه التربه هنا كانت مختلفه جدا عن اي مكان تاني، يعني هنا طبيعه التربه كنا بنحفر تقريبا من 5 متر لغايه 6 متر ونص، وكنا في وسط الميه وبنردم زلط، وبعد كده الطبقات بتاعتنا على اساس 25 سنتي تقريبا، وكل طبقه بنستنى لغايه لما نعمل اختباط عليها وتدينا الصلاحيه اللي احنا ننزل الطبقه الثانيه اللي تليها يعني. زائد هنا الشغل اللي انت شايفه حضرتك دلوقتي بيحتاج اللي هو صنايعي الماهر، اللي هو يطلع النوايا اللي انت شفتها ديت، بالنسبه للواجهات، بالنسبه للتشطيبات اللي هو الحاجه والهشمه، بالنسبه للتشطيبات الداخليه، اعمال الرخام، اعمال السيراميك، السباكه، المطابق هنا، الصرف الصحي، يعني صراحه كان على مستوى لازم يكون نوعيه محترفه شويه وتطلع الشغل اللي انت شايفينه. والله طبيعي الشركة المنفذة برضو بذلت مجهود في الموضوع دوت، وإحنا جهاز الإشراف، جهاز تعمير القرى الكبرى اللي هو تابع للجهاز المركزي للتعمير، لا بذلنا مجهود بالنسبة للمتابعة. إذا كان في مقاول أنت شايفه اللي هو ما بيقدرش يطلع النوعية اللي أنت عايزها بمستوى التشطيبات أو اللي هو تطابق المواصفات المصرية أو الكود، بتقول لا خلاص ما ينفعش. فالشركة كانت لازم تجيب حد أو تختار شركات أو مقاولين ذو ثقل يعني لا تيجي تشتغل في النوعيات اللي موجودة. لا هو كان في وقت الذرة اللي هي كانت يعني في المشروع بالكامل، كانت في حدود اللي هو شغال فيه جميع البنود، إذا كان في أعمال حفر، خرسانات، مباني، بياض، واجهات، ده بياض داخلي، سيراميك، رخام، لكن بتعدى 800 شخص يعني، فكان له عدد كبير في وقت اللي هو كان فيه جميع البنود شغاله يعني. والله هو هتقول عشان انا مدير المشروع بالنسبه لجهاز الاشراف فممكن كلامي يكون مجروح يعني. المستوى هنا على اعلى مستوى موجود بالنسبه للإسكان، إذا كان إسكان اجتماعي أو تطوير عشوائيات، إحنا الحمد لله يعني بقدر المستطاع
قدرنا نطلع الواجهه اللي انت شايفينها. وبالنسبه للتشطيبات الداخليه الحمد لله كان البياض والمباني والدهانات، يعني كنا بنربع الاوض وبنربع الشقق كلها، وطلع الحمد لله مستوى عالي جدا، وكل النوعيات اللي موجوده لو قارنتها بموقع مسيل او حضرتك رحت قبل كده وزرت ممكن هتلاقي فيه فرق. يعني اول حاجه ان الواحد بيبقى نفسيا يعني في الوقت الحالي اللي هو احنا فيه دلوقتي، لا انا الحمد لله هنقول ايه، في قمه السعاده ان هو ابتدى المشروع هنا، كان تراب بقول لحضرتك وترابه كمان ناعمه، يعني واحنا شغالين كل الناس اللي كانت في الموقع هنا يمكن جالها حساسيه في الصدر بسبب المشروع هنا. المشروع هنا كان شكله لا مش مع يعني مش متخيل هو هيطلع بالشكل ده، يعني حضرتك لو تخيلت المكان وفي صور موجوده يعني ارتفاعات بقول لحضرتك 12 متر عشان تطلع فوق التبه تمشي مشوار وتطلع من ناحيه ثانيه، وتلاقي في سكان برضه والناس كانت في منهم كانوا عشقية اللي هو مش راضي يطلعك فوق ومش راضي يخليك تعمل ميزانيه شبكيه. والشكل لا اختلف 180 درجه، يعني الشكل ده هنقول ايه بس يعني بين الجنه وبين النار. هو انجاز سريع قوي، يعني ما شفناش في اي موقع دخلنا شغل فيه ما كانش بالطريقه اللي احنا فيها دي. بالنسبه لموضوع تل عقارب، احنا دخلنا هنا كانت جبال كده وفي سرعه في الانجاز مع المهندسين ومع يعني في اهتمام كتير بينا. طبعا الموضوع جميل جدا، الموضوع جميل جدا وكل حاجه كويسه بيجيبوها هنا، حتى في الخامات اللي احنا بنجيبها بيقفوا على يعني بيقفوا علينا في مراقبات كامله. انضف الخامات. طبعا الخامات اللي احنا بنختارها عندنا مؤسسه مواصفات عامه للمشروع بتحدد لنا اللي هو الاطار اللي احنا بنتحرك فيه. تاني حاجه بقى الشركه عامه بتقدم لنا اكتر من عينه الخامات اللي هي موجوده في السوق، وبنختار منها الاجود، وبعد كده اهوت بنعمل عليها تجارب عشان طبقا للكود المصري، وبكده بنتاكد ان هي ملائمه للمواصفات العامه للمشروع ومن حيث الجوده والمتانه والعمر الافتراضي. لا، العمال اختيارهم دول بيبقى عن طريق الشركه، لان هي ديت عماله اصلا موجوده عندها مدربه وعندها سابقه خبره، فبالتالي دي بتبقى هي مسؤوله عنها. هو احنا بنشارك هنا في منظومه تطوير عشوائيات عامه، ان احنا مش مجرد ان احنا بنعمل مباني فيها جوده حياه، لا احنا برضو بنشارك في عمليه التطوير بان احنا بنوجد فرص عمل للاهالي اللي هم كانوا ساكنين هنا اهوت اصلا، بنوجد لهم فرص عمل بيشاركوا فيها في اثناء التنفيذ. دي بتبقى تنفعنا على اكثر من صعيد، اثناء التنفيذ وفيما بعد التسكين. اثناء التنفيذ ان هي بتنقل الصوره الايجابيه للمشروع بصفه عامه، وبكده بتبعد الاثار السلبيه اللي هي بتحصل زي الاشاعات والحاجات زي كده بتعمل معوقات اثناء التنفيذ، وبالتالي بتنقل الصوره الايجابيه اكتر. اما فيما بعد التسكين بتنقل الصوره الايجابيه اللي على المشروع ككل من مجهود وورق وتعب، وان ما كانش فيه تهاون اثناء التنفيذ في اي حاجه، فبالتالي الناس تبتدي تحافظ على الحاجات دي فيما بعد التسكين. احنا بنطور في المشروع، وطبعا لازم كل ده تبع انجازاتنا وانجازات وادي النيل وانجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان كان المكان ده عشوائي في الاول واصبح شيء فاخر تشرب بيه اي حد يجي يتفرج على المكان. واحنا شغالين هنا بما يرضي الله، ما فيش اي حد بيعمل اي حاجه غلط او اي حاجه مخالفه الهندسه، كله تبع المواصفات الهندسيه والتعليمات الاستشاري المشروع والمهندس المشروع برضه. وفي الاول وفي الاخر ربنا يخلي لنا الرئيس عبد الفتاح السيسي هو القائد الاعلى والمشرف لمصر كلها، وهو ابونا كلنا الاول والاخر. اكيد اي خامه بتيجي بتدخل معمل فني وبتشوف المواصفات بتاعتها بتقول ايه، ولازم يبقى في معمل فني يقول اشتغلوا بالعينه دي والخامه دي وايه ينفع وايه ما ينفعش. لازم احنا قبل ما نشتغل يبقى في معمل معانا لازم يدينا التعليمات ان احنا نشتغل وننفذ، وفي لوحه ان احنا بننفذ عليها الشغل، وزي ما انت حضرتك شايف وصورت المكان تبكي الاصل من اللوحه اللي هم رسمينها من قبل ما المشروع ده حد يفكر يزيل العشوائيات اللي كانت فيه في الاول. 7.5 أفدنة أقيم عليها هذا المشروع لإنقاذ سكان العشش التي كانت مقامة في هذا المكان، وذلك بعد إزالة التل ضمن خطة تطوير العشوائيات، فأصبحنا لا نطلق عليه تل العقارب، وإنما نقول هنا القاهرة، هنا
روضة السيدة.